حياتنا السياسيه الفنيه. بقول ده لان قضيه سعاد حسني، سعاد حسني كمان تحديدا ربما هي من اكثر الوجوه الفنيه حبا عند المشاهدين، هي جزء من وجدان المواطنين زيها وزي عدد كبير من الرموز الفنيه. ربما تتميز سعاد حسني بالعفويه والتلقائيه والجمال وتصدير الجاذبيه مع المرح مع الجمال، ولذلك انشغل الناس بقضيتها. ربما هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وكمان هذه القضايا تظل لغزا يتساءل عنه الناس، هي قتلت ام انتحرت؟ انا بقول ده لان السيده ناديه يسري جاءتنا الى دريم وقالت انا عايزه اتكلم، لانه كان في حلقه سابقه مع السيده جنجا شقيقه الراحله سعاد حسني، وكانت وجهت اليها اتهامات بقتل سعاد حسني وفقا لمخطط كبير وضعه حتى صفوه الشريف رئيس مجلس الشورى الاسبق، على اعتبار انه وقت ما كان بيشتغل فيما سمي قضيه انحراف المخابرات الشهيره، فكان يعني بيشغل مجموعه من الفنانين والفنانات، وبالتالي يعني خاف ان سعاد حسني تكتب مذكراتها وخاف من بعض التفاصيل، فدبر عمليه مقتلها من خلال السيده ناديه يسري وهي معانا الان. مدام نادي اهلا بيك. اهلا بيك يا وائل. معايا كمان السيده جنجا شقيقه الفنانه الراحله سعاد حسني. مدام جنجا اهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل. واحنا اتفقنا طبعا يا جماعه الحوار سيكون موضوعيا وحتى يتناسب مع اسم سعاد حسني، والاهم الا يكون هناك ما يسيء الى الفنانه الراحله. خليني مدام ناديه في البدايه كده، لان انت الاسم الاهم والاول حينما ماتت سعاد حسني، قتلت ام انتحرت، وجه عدد كبير من الفنانين حتى بمجرد ان وصل الجثمان الى مصر، عدد كبير من الفنانين اقبضوا على ناديه يسري. ناديه يسري قتلت سعاد حسني، ووجه اليك البعض اتهامات. خليني بس في البدايه، جاءت معرفتك بسعاد حسني امتى؟ لا ده في الستينات، اواخر الستينات. كنا في نايت كلاب انا وجوزي، ودخل علينا عبد الحليم وسعاد، كان صاحب جوزي عبد الحليم حافظ. وقعدوا معانا وابتدينا نتبادل التليفونات، نمر التليفونات دي. اول مره اشوفها، وبعد كده بقى تليفونات بس عادي، كل شويه كل شويه، لغايه ما تقابلنا بقى تاني في بارتي كانت مع علي علي بدرخان زوجها في هذا التوقيت، صح. وابتدت بقى العلاقه تجمد ساعتها، علاقة صداقة يعني. وبعد كده ندخل بقى في مرحلة مجيء سعاد حسني إلى لندن للعلاج. إيه التفاصيل اللي عشتيها معاها؟ لا هي راحت لندن، أنا كنت في باريس، كنت في فرنسا بحضر الماجستير. ولما رجعت لندن عرفت إنها موجودة، فاتصلت بيها وابتدت